الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين البشير النذير والسراج المنير رحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبيعة الإنسان فطرت على الهروب من المخاوف، كل شيء خفت منه فررت منه. ونحن نعيش في غيوب مستورة، كثير من الناس يخاف من المرض ويخاف من الفقر ويخاف من العجز ويخاف من المستقبل، من الغد، ويخاف من الغدر، ويخاف من صروف الزمن وتقلبات الحياة. كم من أمور نخاف منها فنفر منها، حتى الموت. والإنسان إذا فر من شيء وضعه وراء ظهره. شوف تعبير القرآن في موضوع الموت: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أي الشيء الذي تفر منه فجعلته خلفك ستجده أمامك. ولكن كل شيء تخاف منه تفر منه إلا الله، كلما خفت منه فررت إليه ولم تفر منه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولم يقل في الآية ففروا من الله، بل قال ففروا إلى الله. كلما زاد الحب وكلما زاد الخوف ازداد العبد شوقا إلى ربه ففر إليه، فلا ملجأ من الله إلا إليه. لماذا يفر إليه؟ شوقا إليه، يحبه، يريد أن يتلذذ بلذة النظر إلى وجهه الكريم، يريد أن يخرج من هموم الدنيا وأحزانها وآلامها ومراراتها، يريد الراحة. ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إذا كان الموت فكلنا نكره. قال لها: لا يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برضوان الله ورحمته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. الفرار من الله عز وجل خوفا منه ومن عقابه. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل في من كان قبلكم أسرف على نفسه، أذنب ذنوبا كثيرة، فقال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني وذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحدا من العالمين. هي دي طريقة تفكيره، أنه إذا أصبح ذرا وأصبح ترابا ورمادا أن الله لا يستطيع أن يعيده. قال: فلما مات فعلوا، حرقوه، طحنوه، سحقوه على قمة جبل، جاءت الريح فأصبح رمادا متناثرا. فقال الله تعالى للجبال وللأرض وللهواء وللبحار: أدوا ما أخذتم. فجمعه الله من الفتات ونفخ فيه الروح، فإذا هو قائم شاخص ببصره إلى السماء. قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب. قال: اذهب فقد غفرت لك. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الإنسان ضعيف إذا جاء في هذا الخوف الشديد من ربه، هذا علامة إيمان فيه، أنه يراعي نظر الله إليه في الأعمال، في النوايا، في السر وفي العلن. لذلك الموت حبيب إلى أهل الإيمان. لماذا يحبون لقاء الله؟ لأن المؤمن أعد له ما لم يخطر على قلب بشر. معاذ بن جبل رضي الله عنه من علماء الصحابة، أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، مات سن صغير 33 سنة في طاعون عمواس. قال معاذ بن جبل عند الاحتضار: مرحبا بالموت خير غائب ينتظر، حبيب جاء على فاقة ثم يناجي ربه فيقول: اللهم إنني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك.
اللهم إنك تعلم أنني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لجني الثمار، ولكن كنت أحب البقاء في الدنيا لظمأ الهواجر، يعني الصوم في الأيام الصائفة شديدة الحر، ومكابدة الساعات بالليل، يعني قيام الليل في الليالي الشاتية الطويلة، ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. هذا كانت شهوته من الدنيا. كنت أحب البقاء في الدنيا لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر أو حلق العلم. هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما احتضر قال: مرحبا بالموت جاء على فاقة، مرحبا بالموت جاء على فاقة، ما ندم من لم يشتق إلى لقاء ربه جل وعلا، خسر من ندم. وهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه عندما احتضر قال لزوجته: افتح الأبواب والنوافذ، فإنه يأتيني زوار، وضعي على الفراش والغرفة مسك. ففعلت، فلما خرجت رجعت فوجده قد فارق الحياة وفاضت روحه إلى بارئها. هذا الشوق في قلوب المؤمنين الصادقين أصحاب العقل وأصحاب الفهم الذين يشتاقون إلى ربهم، فليس في هذه الحياة مخاوف إلا أن يكون الإنسان مقطوعاً عن ربه غافلاً عن الله تعالى. إذا دخل إلى الصلاة تجده ساهياً غافلاً، إذا جلس يذكر الله قلبه مشتت، إذا جلس في مجلس علم مشغول بالموبايل أو يتحرك يمين وشمال ودماغه مش معانا. طب إيه السبب؟ لماذا أصبح القلب مشتتاً غائباً؟ لو أستاذك في الجامعة أو أبوك بيكلمك في حاجة مهمة تلاقيك مطرق السمع، ودي صفة أعاد الصحابة في مجالس العلم أمام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك كأن على رؤوسهم الطير ما بيتحركش، يحدقون بأبصارهم إليه صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم معهم ولا يتحركون. قال كأن على رؤوسهم الطير، وبهذا تنزل السكينة في مجالس العلم بحضور القلب مع الله جل وعلا. هذا الحضور يجعل الإنسان في شوق إلى ربه سبحانه وتعالى. طب كيف أفر إلى ربي؟ بالطاعة، لأن الذي علم حلاوة الطاعة يعلم مرارة المعصية وذل الخضوع للشهوة، فيشتاق إلى الله لا يجد أنسه إلا مع ربه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا ليتك تحلو والحياة مريرة، ويا ليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر، وما بيني وبين العالمين خراب. إذا صح الود منك فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. فاللهم ارزقنا الفرار إليك والأنس بك برحمتك يا أرحم الراحمين، لا تشغلنا عنك إلا بك يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.